الاغنيه دي جت بعد 4 سنوات من اخر البوم، وناس كثيره كانت مراهنه ما عادش في حاجه عندي اقدمها يعني. كلمات محمود فاروق، محمود فاروق وهي لحني وتوزيع مع كريم عبد الوهاب، يعني هي دي من اوائل الاغاني اللي اشتغلنا فيها في الالبوم. بدايه الفكره كانت فكره صوفيه، ان احنا كلنا جوانا حاجه مكسوره بنحاول نداري ده يعني. كنت بقول دايما للشعراء اللي كانت بداوا يكتبوا في الموضوع ان الدنيا كل حاجه دايما بتروح. في مغني صوفي تركي اسمه عاشق فيصل عامل الفكره دي، الفكره نفسها بدانا نطور عليها، وبعدين لقينا الكلام ياخد معاني صعبه انها تتفهم شويه، فقمت رابطها بفكره ان احنا جوانا التروما دي او الكسره دي، وبعدين بدانا نسترسل في الكلام. وهي اول جمله طلعت على العود، انا كنت بعمل زي جامينج او يعني بنعزف نوع من التمرين انا وصديقي هنا اسمه سلمان هو جيتاريست، وطلعت هذه وطلعت الجمله دي وحفظتها وسجلتها عندي وخلاص.